يعني أمين رح نبقى بمجال الفساتين والملابس، طبعا، ولكن ولكن صراحه من انه تنمر أخرى كبير. انا نقول انه معناها انه لازم نوصلوا بالحق نحكيه في شويه حلول، لانه فعليا اذا باش نقعدوا يوميا نعاني من نفس المشاكل وفقط يتم طرحها دون ايجاد حلول فهذا يعتبر مشكله في حد ذاته. هي الحل قالته سيدي ناهد بانه بالقوانين وبالدساتير بانه صحيح. نصر عليه. على كل الاحوال مشاهدينا، يعتبر تنسيق الملابس هو تحدي يومي نعيشه، فكيف يمكننا ان نختار ونمزج وننسق ملابسنا؟ الجواب عند استشاريه المظهر وعلم الالوان مريم عمار وفقره لايف ستايل بالعربي. تنسيق الألوان هو مثل ما ذكرنا بالمقدمة تحدي بنعيشه كل يوم. كيف يمكننا أن ننسق ثيابنا بما بيتناسب مع ذوقنا؟ شو بيلبق لنا والموضة؟ هو إجمالا في عدة ستايل بيرسوناليتيز بتختلف من سيدة لأخرى، ومن هون هيك عبالي شوي عقب عن الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه شوي قبل هالفقرة، أنه كل سيدة عندها ذوق المختلف عن الثانية. يعني ممكن سيدة يعجبها ستيل فستان معين ما يعجب سيدات أخرى، وبالتالي مش مطلوب من الكل أنه يعجبهم. هو بالمشكلة صار عجب رجال كتير زيادة فعملوا ردة فعل عكسي. مزبوط. فكرمال هيك يمكن وحدة تكون ستايل بيرسوناليتي يلي لقلها كتير ناتشورال، سو ما بتحب تلبس لا دانتال ولا بتحب تلبس شيفون ولا بتحب تلبس كنت تحب كتير. كيف تعددين لنا سريعا شو هن الخمس شخصيات اللي بحسب طريقة اللبس؟ أوكي، عنا أول شيء أول ستايل بيرسوناليتي اللي هو الناتشرال. ناتشرال يعني طبيعي. فيه بتكون كتير بهمها الكومفورت اللي لها، بتحب تكون مرتاحة ناتشرال. ماكسيموم جينز، كنزي ما كتير بتحب يعني شوية تتفزلك بتيابها مثل ما بنقول. تاني ستايل اللي هو الكلاسيك، يعني مور انتو ستايل كلاسيكي، سوت بليزرز بوينتد بامب، يعني اللي بتحب قصص كلاسيكية. تالت ستايل هو الرومانتك. الرومانتك بتكون شوي أجرأ، بتحب القصص الأنثوية أكتر، فيها تروح على الرافلز فلورال برينت، هيدول كمان من القصص اللي كتير دارجين هلا، بس قديك الوحدة بتتجرأ تروح للليميت تتعدى الليميت تعولها هون بيفرق. رومانتك كمان بتحسيها مثل ستيل مارلين مورو، يعني شوي بتحب الريد ليبستيك، رافلز بانت، رافلز بل سليف، كل هالقصص. دراماتيك صرنا بعد اقوى. الدراماتيك بتحب كثير الانيمال برينت الليوبار، بتحب الزيبرا، بتحب القصص اللي شوي جريئه، وهي هون ما بتحب بس تكون مرتاحه، هي هون بتحب تلفت. يعني شعارها بكون اي ونت تو امبرس، ما بدي بس انه البس عاده. واخر ستايل اللي هو الكرييتيف. الكرييتيف هون اللي بتعمل كثير ميكس اند ماتش، هذا الموضوع اللي رح نحكي فيه. الميكس اند ماتش اللي احنا بنقدر كثير نغير بال يعني نعمل ميكس بين الباترنز بين البرينتس بين الالوان. هون عن يعني هون بنقدر اكثر نوضح ليه مش كل السيدات بيعجبهم لباس السيدات الاخرى، اكيد غير الرجال كمان. طب خبرينا اكثر هلا هيدي السنه شو الموضه بالميكس اند ماتش، يعني شو اللي فينا نجمعهم مع بعض من حيث الالوان من حيث تكستشر او القماشات مع بعضهم؟ الموضة هيدي السنة أقوى من أي سنة اللي قطعت قبل، يعني فاستيفال سيزن بقوة، لأنه كل شيء جليتر، كل شيء سيكونس، كل شيء فرنجز، يعني كل شيء شراريب كتير دارج، كل شيء سيكونس يعني الفايات القوية. ممكن تشوفي سيدات لابسين من فوق لتحت كلياتها سيكونس شوي قوية. كل شيء ألوان جريئة مثل الهوت ريد بنسميه أو البرغاندي اللي هن كتير قوايا، كتير كمان دارجين كالبستكس. عنا كمان الانيمال برينت بكل تدرجاته بكل الوانه، يعني ان كان زيبرا عنا بالنسياغا ودولتشي اند غابانا، كل البراندات العالميه كتير مركزين على التايجر هالسنه. ليوبار كرمال هيك يمكن تشوفي سكات كتير ليوبار، يمكن تشوفي تايجر شوز كتير دارجين. هون بالميكس اند ماتش مثلا ممكن نلبق التايجر مع ريد، هيدا يعني different patterns different colors بس بيلبقوا مع بعضهم. في عنا كمان الكيب ستيل اللي بيكون شوي الكتاف العراض بيعطي عرض، هيدا كتير دارج هالسنة. الفلفت كتير دارج، يعني انك تلبسي فلفت اوتلوك من فوق لتحت كتير دارج، لانه اجمالا الفلفت من النوع الباترنز اللي بنصح كمان. الفلفت شوي تمام. بنصح لما بتلبسي مونوكروم تكليك لوك يعني من فوق ومن تحت الفلفت بتبيني شوي اضعف. كمان في عنا كتير دارج بالميك اب الكولرد ايلاينرز، يعني
عادة نحن معودين على الأسود أكتر شيء، هلأ دارج الأزرق النيل الأحمر في أيلاينر أحمر نازل على الكريسماس، كتير حتشوف كتير بلوجرز وفاشينيستاز كتير حاطينه. طب مريم، بعيدا عن الفاستف بيريود أو فترة الأعياد والمناسبات الكبيرة، بشكل يومي المرأة تحت تنسق ألوان وتطلع شوي عن اللوك اللون واحد أو اللوك الكتير عادي، كيف بدها تبلش تنسق ثيابها؟ يعني خاصة هلا بفصل الشتاء عم نلبس كذا قطعة فوق بعضهم، بتبلش مثلا بالبنطالون أو التنورة أو بتبلش بالجاكيت، حسب هي أي قطعة مختارتها، ولا لازم تبلش بمحل معين؟ هلا اجمالا السيدات دائما بيلجأوا وقتها بتروح تشتري اي قطعه، القطعه الجديده بتحب تبلش فيها ومن هون بدها تلبق لها الاوتلوك كلياته. نعم. دائما نحن بننصح بحيلا اوتفيت ما لازم يكون في اكثر من 3 كولرز موجودين، ثلاث الوان ماكسيموم، لانه اكثر من هيك شوي بتحسي بصير منه كثير مريح للنظر. هلا الالوان بتفرق حسب عجله الالوان، نحن الالوان الاساسيه اللي عندنا اليوم بعجله الالوان هن الاحمر الازرق والاصفر، يمكن قليل لتلاقي سيدات لابسين هالالوان، بس اذا بيلبسون مريحين ما بتحسيهم فلاجرام. تاني شغله لازم السيده اول شيء تكون عندها وان كلاسيك كولر، يعني مثلا مثل النيوترال كولر اسود جراي بني كحلي كاساس الجينز او حيلا نوع باند. بتقدر تكسره ببليزر حمراء لانه لون جريء بس بيزبط كمان مع الكلاسيك. في عنا كمان الابيض، اجمالا الابيض كتير صح يكون متواجد باكتريه الاوتلوكس لانه الابيض بتقدر بكل الاوتفيت، لانه اللون الابيض كشميز هو اجمالا اسنشز لكل العالم، يعني لكل البنات لازم يكون عندهم هذا الشميز. التنسيق الالوان كمان بصير حسب كل سيده، يعني هون في عنا كتير بنات بيلبق لهم الوان الترابيه، في بنات بيلبق لهم الالوان اللي كتير قويه، وفي بنات بيلبق لهم الالوان اللي بتكون رايحه اكثر على ال، ولكن قصدت ثلاث الوان بما فيهم الشوز والسكارف مثلا الشال مضبوط، لانه هن فيهم يكونوا اثنين الوان اساسيه وواحد اكسنت كلر ممكن تحطيه بالاكسسوارات. يعني اذا كنت لابسه اسود وابيض فيك تحط الاكسسوار شوزك يكونوا احمر وبيطلعوا كتير حلوين ومنهم فلاجرام. شو الاخطاء اللي معقول توقع فيها اي سيده خلال مزجها لالوان معينه؟ اذا نحن اجمالا طريقه مزج الالوان فيها تكون عندنا بعجله الالوان في يكون ثلاث الوان حد بعضهم، يعني ممكن تشوف الوحده لابسه ثلاث الوان زهر، ثلاث شيدز من الزهر ويطلعوا حلوين. ممكن نلبس ثلاث الوان ضد بعضهم، مثل ما قلت لك مثلا الاحمر مع الاصفر، احمر واصفر هن كثير كونتراست يعني كثير قوايا، بس الاحمر لا الازرق والاصفر، الازرق لانه هو بالكول اندرتون والاصفر هو بالورم اندرتون، سو الازرق مع الاصفر مع انه هن الوان مضادين بس بيعملوا كونتراست كثير قوي. الاغلاط اللي ممكن ترتكبهم هي انها تتجرأ اكثر من ثلاث الوان، او انها تخلط برنتس مثلا بكون البوينتد اللي بيجوا مثل البولكا دوتس مثلا مع اوريزونتال او فيرتيكال شوي مزعجين. بنفضل انه مع البولكا دوتس الكبيره تحط مثلا بولكا دوتس صغيره ما في مشكل، اوريزونتال مع فيرتيكال ما في مشكل، حتى انه في كثير سيدات اللي بيكون شكل جسمها تريانجل يعني بيكون ما عندها كثير كتاف، انا بنصحها انها تلبس الاوريزونتال لانه بعرض لها كتافها. نفس الشيء اللي حابه انها تبين هون، يعني من التريكس اللي فينا نعملها حسب اشكال الاجسام، لما بتكون السيده شوي معبيه من تحت او عبالها تبين اطول او اضعف بننصحها بالفيرتيكال سترايبس لانه كمان ببينها اضعف، فهدول من البرنتس بنقدر نشكلهم. هالسنه في اثنين برنتس كتير نازلين مع بعضهم اللي هن الجينز مع الفلفت، يعني قليلة تلاقي قبل كانوا يقدروا يلبسون أو يجرأوا يلبسون، هالسنة كتير دارجين دانم، بس عن دانم جاكيت دانم جينز مع فلفت بانت أو فلفت سكيرت كمان كتير دارجين. للسيدة المحجبة يلي أكثر شيء أيضا يعتبر الحجاب بأيدها لأنه كتير عم يكون قريب لوجهها، شايفينك مثلا حتى الفلفت على وجهك وبلوننا قوي، خبرينا شو نصايح بالنسبة للحجاب؟ كمان الفلفت لانه هالسنه كثير دارج، هي اول سنه بدرجوه حتى على الحجابات، يعني لهالدرجه صاروا المحجبات بدهم يمشوا كمان على الموضه وما بقى في شيء بايدهم. هلا بالنسبه للمناديل انا بنصح البنات قد ما فيهم يلونوا لانه هو الوحيد القريب من وجهك، ويا اما يعني انا ماني كثير مع اللي كثير بيلبسوا اسود او دائما بحبوا يعبقوا وجههم، نحن اوريدي بنكون يعني بحاجه شوي لنبين مور هايلايتد البيوتي يلي لقلنا، سو ما في مشكل اذا انت كنت لابسه فلفت باترن من تحت فيك تلبسي فلفت من فوق، وفينا ما نكون لابسين ولا شيء فلفت
بالاوتفيت، ونقدر نلبس فلفت توربن او حجاب. هون كمان بيختلف عنا كثير حجابات هلا نازل اللي اكيد بتعرفوا فيهم، لان التوربنز في عنا الحجابات اللي بيجوا السيل اشكال مختلفه، كثير في اشكال مختلفه، وهون حسب كل وحده الستايل بيرسوناليتي اللي لها وحسب هي واعتقاداتها. بالنسبه للحجابات انا اليوم مثلا لابسه لون منه كتير منه لألو، يعني مثلا لابس تركواز بس التركواز بيلبق مع الزهر، هن من الالوان اللي بيجوا شوي اوبوزيت بس بيلبقوا مع بعضهم. الاحمر فينا نلبسه مع الاسود، واجمالا حلو اللي يكون عندها شوي تاتش، يعني اذا كنت لابسه كتير ساده من تحت ولابسه شوزي كمان ساده يفضل انه المنديل يكون بقلبه شوي حركه. اذا كانت ثيابك من فوق كتير معرقين ما فيك كتير تلعبي بالشوز. يعني انا دائما بكل استشاراتي بنصح انه يكون في عندنا بروبورشن، يعني كمان يكون عندنا بالانس، لانه اذا كنت لابسه كلك معرق من فوق لتحت بتطلع كتير فلاجران، خاصه السيده المحجبه لانه كتير بتلفت اكثر. واذا كانت لابسه كلياتها ساده ومنا منا كاسره شوي بالاكسسوار اللي لها كمان بتبين كتير سامبل. نعم. إذن مستشارة المظهر وعلم الألوان مريم عمار، شكرا جزيلا لك على نصائح لكل النساء. شكرا لك. رح نروح معك وعد.